تعرف احنا اليوم في 5 جوان، 1 جوان 22 هو التاريخ. جوان 22 وقع إقالة 57 قاضي، القضاة يحكوا على الذكرى الأولى لمجزرة القضاة. حتى نشوفوا بعض القضاة، السيد الرحماني حماد الرحمن أحد القضاة المعزولين في الوقفة الأخيرة، تصريح ونرجع إلى الله. وهذه قضية لا يمكن أن تهدف، هذه قضيتنا قضية ذابحة لا شك، فقط زمنها ربما لا نتحكم فيه، ولكننا بحول الله نستحقه، نحن منصورون وغالبون، ولا يمكن لهذا الباطل الفج الفضيح، هذا باطل فضيح وباطل لم نرى له مثيلا، لن لا يمكن أن ينتصر على حق مثل ما نتبناه وندافع عنه ونفني من أجله أعمار. سيد حماد الرحماني هذا القاضي الشاب العفيف المعروف بالاستقلالية ونظافة اليد، هذا الشاب أظل وجهه ما يعطيش 30-35-40 سنة، أي صورة الآن يقدمها سعيد؟ هذا معروف بنظافة اليد من جميع من طرف كل زملائه، بعد عام تعرف أنه صدر لهم حكم قضائي بات إداري يطعن في أمر الإعفاء، وسعيد نفسه الذي لام ويلوم القضاء في كل مرة على بطء الفصل في القضايا، هذه أحكام باتة، لماذا لا ينفذ الحكم الصادر لسائر القضاة؟ يعني واضحة، قيس سعيد يريد أن يحكم وحده ولا يعترف بأي سلطة وسيطة بينه وبين الشعب، فلا يعترف لا بقانون ولا بمؤسسات ولا بسلطة تنفيذية، هو الذي يباشر كل شيء، وهذايا الترجمة بتاعه الاسم الذي ينطبق عليه هو الاستبداد، هذا ايش معناه الاستبداد؟ فلذلك لا يمكن التعامل مع الاستبداد إلا بمقاومته، فإما أن المستبد هذا يعود عن استبداده وهذا هو الأنسب وهذا هو المطلوب، وإلا فيجب الثورة عليه، وإلا البلاد راهي باش تواصل حتى لين تبرك. يعني بن علي لما واصل في الاستبداد متاعه الدولة دركت، طاح السيستم، وقتها طاح في الشارع، وقع الثورة. نعم. بورقيبة ربي يرحمه لما كيف استبد بالحكم حتى لين أصبح غير قادر يمسكه، الدولة انقلبت عليه. نحن لا نحب هذا، لا نحب الحالة متاع بورقيبة ولا نحب الحالة متاع بن علي، الرجل هذايا جاء للسلطة عن طريق انتخاب، نحن ماذا بينا إذا كان بقى في السلطة ينتخبوه الناس أو يخرج بالسلطة عن طريق انتخاب. الشخص هذايا جاء بدستور 2014 قال أنا معاش نعترف بهذا الدستور، الأصل أنه فقد أساس شرعيته، الأصل أن نحن اليوم من هارة اللي هو يعتبر أن تم الاستفتاء على دستوره نمشي الانتخابات رئاسية، هذا هو المطلوب اليوم باش يكون متناسق مع نفسه. كان انتخبوه الناس يا خويا صح عليه، كان ما انتخبوش خلي الشعب التونسي يختار. ولذلك الحل الانسب للتعامل مع الحاله هذه نتاع لا قانون ولا شرعيه وحاله الاجرام في حقيقه في حق الشعب التونسي، في حق القانون، في حق القضاة، في حق المحامين، في حق الاعلام، في حق رجال الاعمال، في حق الاداره، في حق الحكومه، في حق الشعب التونسي، في حق العلاقات تونس، ليس هناك من حل، وهذا هو الأنسب وهذا المطلوب، إلا أن اليوم نمشي قبل غدوة الانتخابات خلي الشعب التونسي يقرر، والانتخابات هذه تكون كذلك بمراقبة دولية، لأن ما عنديش ثقة في المؤسسات اللي حتى قيس سعيد.